على فكرة الحاجة مش هينفع تكمل علاج في البيت، حالتها صعبة جدا ومحتاجة متابعة طبية مستمرة، تحاليل وأشعة وحاجات كتير، وللأسف الوحدة هنا. لا لا، وحدتي حضرتك، أنا ممكن أوديها أكبر مستشفى في القاهرة، يعني حضرتك تقول لي أروح فين بالظبط. تمام، تقدر تروح القاهرة؟ أيوة يا فندم، إن شاء الله دلوقتي. طيب، الكارت ده فيه اسم أكبر مصحة في مصر، هم هيعملوا كل حاجة إن شاء الله. المهم من هنا لغاية ما تسافروا بيها لازم تنتظم وتمشي على العلاج اللي أنا كاتبته لك. طبعا يا فندم، طبعا. تحت امرك. شكرا جدا لحضرتك. اتفضل، اتفضل. مش عارفه ليه حاسه ان انا عايز اجرب كل حاجه. غريب، انا عارف انك ما بتشربيش. ما يمكن عشان كده عايز اجرب. بلاش يا سلمان، صدقني مش هتستريحي. وانت مين قالك بقى ان انا مش هستريح؟ ما انا قلت لك قبل كده عشان مش شبهك. يا ابني من هنا عشان اقعد مع الهانم. سليم بيه العطار، مش عمك سليم، واحنا اتنين ما يعرفوش بعض وتقابلوا هنا في الكباريه زي ما انتي شايفة. بس انا اول مرة اشوفك بتشرب. عشان اول مرة تشوفيني هنا، وهنا مش هتشوفي غير الناس اللي جاية تشرب تشرب تسكر وتنبسط، والناس دول بقى حياتهم غير حياتك، ظروفهم غير ظروفك، مش شبهك. بس هنا الناس كلها لازم تبقى شبه بعض، فيا إما هما يبقوا شبهك وده مستحيل، يا إما إنتي تبقي شبههم. قوليلي بقى يا ست سلمى، تحبي تشربي إيه؟ برافو عليك يا مروان، بصراحة كنت خايف قوي إنك ما تقدرش عليها. عوضاش عليها؟ انت تؤمر. عموما انا كده عملت اللي عليا ولجمتها لك. مفيش حد دلوقتي بيعمل حاجه لوجه الله. ما انت كنت بتساومني. مساله حصتي في التجاره دي حقي، ولو هناخدها بالاقدميه ما انت عليت ناس كتير قوي جنبك وانا اقدم منهم. طب بقول لك يا مروان، داليا ما عندهاش نسخ تانية من الملفات دي؟ معرفش، بس ما اظنش واحدة بالذكاء ده هيفوتها حاجة زي كده. يعني ايه؟ امال انا هقبضك التمن بناء على ايه؟ ما احنا قلنا بقى، انا خدمتك ومنعتها انها تنشر ورقة مهمة على الهواء. لو النبي. يعني ممكن تنشرها في اي حتة تانية؟ طب وانا اعمل ايه؟ بقول لك ايه؟ سيبك من الهكس ده بقى، انت مش عايز تكبر وتبقى اكبر من كل اللي حواليا، عايزك تجتهد اكتر. انت قصدك طب شوف بقى اسف بيه، انا اكبر بكتير قوي من التكلفات اللي زي دي، وانت عندك ناس كتير يقدروا يعملوا لك الموضوع ده ويخلصوك من دالي. كمل جميلك بقى. هو كده كمل.
قصارى. قصارى يا مروان. ما حد فيكم يتكلم بقى ونخلص. ما انت عامل لنا رعب يا حضرة الظابط، مش عارفين نتكلم. خلاص الكلام انت يا شهد. بصراحة احنا كنا مستنيين ان انت اللي تقول يا طارق. يعني يوسف جه ومشي واحنا لسه ما ردناش عليه. مالكيش دعوة بيه خالص. ليه يا طارق؟ والله الولد شكله كويس، حرام عليك. هو انت عايز تخلص من اختك بالسلامة ولا ايه؟ على فكرة لسه ما زهقتش منها، هي رخمة اه صحيح. بس انا لسه ما زهقتش منها. انا عايزها يوم ما تتجوز تروح بيت أأمن من ده. انا مش عايز اخلص منها يا طارق. انا عايز اطمن عليها. خلاص يبقى نستنى شوية. ها كل حاجة هتعرفها في الوقت المناسب. انا هسافر القاهرة. ليه يا حسن؟ ما تقول لنا مصاريف المستشفى اللي قال عليها الدكتور واحنا نتصرف ونلم من بعض اسهل. تتصرف ايه يا عزيز؟ لا طبعا انا هروح القاهرة واخد من عم سليم فلوس. يا ابني لا تروح ولا تاجي وما تشيلش هم الفلوس. ان جات على الدكان ولا حته الارض حبيحهم. تسلم يا عم حمزه، بس مش هينفع. هروح لعم سليم واخد منه فلوس، وبعدين ده حقي. وحتى لو مش عشان، يبقى عشان الست اللي اتمرمطت طول حياتها دي، عشان خاطر ابويا الله يرحمه. خلاص يبقى انا مسافر معاك. لا يا عزيز خليك معاهم هنا كده افضل. خده معاك يا ولدي واني معاهم هنا، ما تقلقش. انا مش عارفه طارق بيعمل معايا كده ليه. بيعمل ايه يا بنتي؟ طارق بيحبك ومن حقه يطمن عليك، وبعدين واضح ان هو يعرف حاجات احنا ما نعرفهاش. طب ما يقول اللي هو عارفه. وبعدين انا كمان من حق اعرف، هو بابا لو كان عايش كان هيحصل فيا كده؟ الله يرحمك يا بابا. طب خلاص يا شهد، بصي خدي لي ميعاد مع يوسف، انا هقعد معاه ولو اقتنعت بيه هقنع لك طارق. بجد؟ ايوه. سامحني يا والد، مش قادر اقول لك نورت بيتك ومطرحك، لانه ما عادش لا بيتك ولا مطرحك. حقك يا موسى، ما هو بقاش بيتي خلاص. عشان كده انا عشان تبني ضيف عندك. ضيف يا راجل؟ قول كلام غير ده. تضيف بيت كريم وبتعمل معاه الواجب، وانت عندي ما تحصلش تكون ضيف. بابني خدام يا موسى. خدام؟ فكرة مليحة خدام دي، بس ما ظنش يعني محتاجين حد يكنس الدار ولا ينظف حمامات. خليه من رجالتك يا موسى، وانا هفضل طوعك وتحت امرك. قول لي يا والي، انت جاي لوحدك ولا جايب معاك حد يوصلك؟ معايا عبيده وكم واحد من الشباب. وما خشوش ليه؟ خايفين منك يا موسى، خايفين لا تضربهم ولا تطردهم. لا قول لهم ما يخافوش، قول لهم يخشوا. يا عبيده يا شباب تعالوا. يا مرحب يا مرحب يا مرحب، الدار نورت. يا سلام، توحشتكم قوي. سلام عليك يا عبيدة. ليك ده تتكسف تخش على اخوك؟ يا راجل ده احنا اخوات. خوفنا تطردنا وما تقبلناش نبقى معاك يا موسى. اه فدي عندك حق. ايه يعني يا موسى؟ يعني انا ما لازمنيش ضيوف ولا خدميات. انا كل اللي يلزمني منيكم اني ما اشوفش خلاقكم دي تاني، ولا نسيتوا اللي عملتوا فيا؟ فاكرين اخواتي، فاكرين عشرة عمري، فاكرين لما اتكترتوا علي وخليتوني مسختكم؟ فاكرين ولا فكركم؟ ما ينفعش الكلام ده يا موسى. كلمة تانية وأدفنك تحت رجليك يا عبيدة. ايه جرحك طاب ولا تحب افكرك بيه؟ بينا رجالة،
انزوها خلتنا لما سيبنا اخواتنا وجينا هنا. تبقاش تلقط تاني. يلا يا رجاله. مع السلامة يا اخوات. مع السلامة يا حبايب. قفلت. قفلت يا بلدينا. امشي عادي وما تخليش حد ياخد باله. انت عاوز مني ايه؟ انا ممكن الم عليك الناس، انا ما بخافش منك. لو مش خايفه من اليتيم يبقى لازم تخافي من اللي يعرفه اليتيم. تعرف ايه يا يتيم؟ اقعد حبيب الجن. مش نمشي بقى؟ بس انا ما اعرفش حد اسمه عوض. وانا اللي كنت جاي اقول لك اني هخلصك منه. النبي صح؟